السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صديقاتي وحبيباتي ومشتركاتي الغاليات، نتمنى إن شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة. يا ربي نرحبوا دائما بالمشتركات اللي دخلوا معنا جدد، ونقول لهم ألف مرحبا وسهلا بكم، واللي أول مرة تزور قناتي نقولها شرفتيني ونورتيني. ما تنسيش تضغطي على زر الجرس ليصلك كل جديد مع الاشتراك بيان سور. وصفتنا لنهار اليوم البنات، شوفوا اللي راهي قدامكم معجون نتاع لي فخاز ولا معجون تاع الفراولة كيما سبق وعدكم، راني وفيت بوعدي عفوا. شوفوا البنات كيفاش يجي كل حبة وحدها بواحد لاصوص بزاف عاقدة وبنينة، بمقادير مضبوطة وبطريقة تحضيره بالتفصيل للمبتدئات. ما نطوش عليكم خياتي، راح نخليكم تشوفوا المراحل والتفاصيل مع الفيديو، مشاهدة طيبة. بسم الله وعلى بركة الله، راح نبدأ في طريقة تحضير المعجون ديالنا. أول حاجة البنات نديروها، نجيبو الفخاز ديالنا نغسلوها نقيوها بالبيان ونقطروها ونحيولها كامل هذوك الأوراق الزايدة من الفوق. نشوفوا الحبيبات لازم يكونوا، ماذا بيكم البنات تخيروا حبيبات يكونوا يعني حموره وشابين، انا هذا واش لقيت صح كي وعدتكم حبيت نديرها لكم. لكانوا الحبيبات بزاف بزاف كبار تقدروا تقسموهم على اثنين. حاجه واحده اخرى البنات، حاجه اساسيه في المعجون تاع لي فريز، كل كيلو فريز ولا كل كيلو فراوله نديروا له كيلو سكر. بصح الا كانت لي فريز ديالكم شويه حلوه نقدروا نتريشيو شويه ونقصوا شويه من السكر. انا لهنا البنات لازم توزنوها لي فريز ديالكم، لازم يا البنات بالميزان توزنوها. انا وزنتها لهنا لقيتها كيلو و270 غرام ابيبخي هكذاك، بعد الغرامات زايده ولا ناقصه ما كان حتى مشكل. انا قلت لكم نخدم البنات بالقاعده تاع كل كيلو فخاز نديلو 800 غرام تاع سكر. هكذا البنات انا راح نغطيها ونخليها تبات ليله كامله في هاد السكر ديالها. فوالا البنات، بعد ما جازت ليله كامله على لي فخاز ديالنا في السكر، شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها ما شاء الله. شوفوا شحال طلقت لنا لاصوص، شوفوا لازم تتحصلوا خياتي على هاد النتيجه باش ينجح معكم المعجون ديالكم. ومن بعد خياتي نجيب لهنا طنجره اللي راح نطيب فيها ونحبط بيان سور هذا السكر اللي راهو محجر كامل نحبطه. نزيد ندير شويه ما نشلل به هذا الغيسيبيون ولا هذا الباسينه. انا لهنا البنات زدت لها زوج كيسان تاع الماء لا اكثر ولا اقل، زوج كيسان تاع الماء مع الماء اللي طلقاته هي راح تجينا سوا سوا. هكذا البنات انا راح نحطها فوق النار على نار قويه 10 دقائق، ومن بعد نقص لها ونخليها على نار متوسطه طيب في غرضها. بعد ما تبدا تغلي البنات، شوفوا لهنا واش راح ديرنا هذه الرغوه، لازم نحيوها يا البنات. جست تبدا تغلي تطلع معنا هذه الرغوه، نحيوها باسكو هذه هي اللي راح تفسد لنا المعجون ديالنا وما تخليهش يقعد معنا اطول مده ممكنه. هذه البنات نعاود لكم كيف كيف، قلت لكم راح نخليها تغلي 10 دقائق على نار قويه، من بعد نقص لها النار ونخليها على نار متوسطه ونخليها تطيب في غرضها. ما نحركهاش البنات بالمغرفه نهائيا، لا حبيتو خياتي تقعد معكم حب حب تمسوهاش كامل بالمغرفه. نزيد لكم هذا الاستيس البنات، ديروا هذا المغرفه هكذا تاع العود على الطنجره ديالكم باش تضمنوا ما تفيدش معكم ولا ما يفيدش معكم المعجون. هكذا البنات كي تحصلوا على هذا القوام، شوفوا هذوك الرغاوي ولا هذيك العسيله كيفاش تكاتفت وهذوك النباب اللي بداو هكذا يكبروا، تعرفوا باللي المعجون ديالكم راهو واجد. اما هذه لاستيس الدوزيام، نحي شويه عسيله ولا لاصوص هذيك تاع لي فخاز في المغرفه هكذا، نخليها بجهه تبرد مليح ومن بعد نمسها نشوفها الا لقيتها عاقده مليح كيما راني حابه انا. الصلاه على النبي العدنان، نطفي راهو واجد المعجون ديالي. والا لقيتها مازال شويه خفيفه نخليه يزيد يتكتك ويغلي واحد الخمس دقائق ولا سبع دقائق ويكون واجد. فوالا البنات راني طفيت عليها انا لهنا، راهو واجد معايا المعجون ديالي ما شاء الله. راح نخليه يبرد مليح ومن بعد نتلاقاو في طبق التقديم باذن الله. ولا البنات هاوليك وجد المعجون تاع لي فريز ديالنا وبرد ما شاء الله عليه. شوفوا كيفاش خرج خياتي تحفه ما شاء الله. واش نقولكم يا البنات، كل حبيبه وحدها لاصوص هذيك، شوفوا شحال عاقده جا يعني سوا سوا ما شاء الله.
شوفوا البنات، نقرب لكم الصورة كيفاش جا ما شاء الله. مالغريتو الإضاءة ما عطاتلوش حقه، مي جا روعة روعة يا البنات، شاهدكم في الجنة. ومدا بيكم حاجة واحدة أخرى تانية البنات، تخيروا لي فخاز يعني اللي تكون فغيمو حمرا وشابة. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، طايب عاقد روعة يا البنات. يعني المعجون في الدار خياتي بغض النظر على أي نوع كان همه. شوفوا البنات ما شاء الله، ما عندي منزيد نوصف فيه خياتي، راكم تشوفوا الصورة يتعبر على نفسها. شفتوا كيفاش جا كل حبة وحدها، حاجة أساسية البنات ما تخلطوش بالمغيرفة ولا بسباتيول نهائيا باش تتحصلوا على هاد القوام. يعني كل حبيبة وحدها، تقدروا البنات حتى اللي تحب دير به الكاطو تقدروا تميكسيوه وتخدموا به الحلويات ديالكم ولا تشبحوا به الحلويات ديالكم. هادي هي البنات، راني نقرب لكم في الصورة. انا وفيت بوعدي والحمد لله، راني درته لكم وانتوما ما عليكم غير تنوروني بتطبيقات في الجروب ديالي على الفيسبوك مطبخ ام سيدو. ما تبخلونيش البنات بجام وكومونتير وبارطاج لصحاباتكم وحباباتكم، واللي مشي مشتركه معنا في القناه تشترك وتفعل زر الجرس ليصلها كل جديد. الى وصفه قادمه وطبق قادم، خليتكم في رعايه الله وحفظه. سلام.